السؤال لمدرسة 6 أكتوبر بيقول: أي الصورتين يمثل كسوف الشمس؟ معاكم أشكال وصور، والاختيارات هي ألف واحد واثنين، ب ثلاثة وأربعة، جيم واحد وثلاثة، دال اثنين وأربعة. والوقت بقى. واحد وثلاثة. كل يوم واحد ثلاثة. واحد وثلاثة. قول الإجابة دلوقتي. عرفت الإجابة؟ أنا عايزة أقول لكم على حاجة مهمة قوي يا ولاد. المراجعة ساعات بتعرفنا حاجات كتير، وساعات بتكشف لنا أخطاء، مش كده؟ أنا كده قلت لك النصيحة اللي عندي، وهشوف أنت هتقول إيه. الإجابة واحد وثلاثة. هما قالوا واحد وثلاثة، بس لسه بيحسبوها أو لسه بيتأكدوا؟ لا، إحنا متأكدين. متأكدين؟ متأكدين 100%. 100%؟ طالما 100% يبقى 5 درجات وإجابة صحيحة. نروح بقى لسؤال العلوم الثاني لمدرسة أحمد عزة. السؤال بيقول: الصورة التالية تمثل كسوف كلي، خسوف القمر، كسوف حلقي، كسوف كلي. معاكم 30 ثانية والوقت بدأ. ألف كسوف كلي. شاورتوا مع بعض وخدتوا الوقت كله 30 ثانية، وكان ممكن نسأل هنا الفريق الاحتياطي موجود معانا، عشان احنا انا قلت لكم صح ان احنا لازم نعوض، بس ده محتاج تركيز، صح؟ بس احنا كلنا موافقين عليها. كلكم موافقين عليها؟ للأسف إجابة خاطئة. الفريق التاني عندكم إجابة ولا لأ؟ إبراهيم. تعودت من إبراهيم في المرات اللي فاتت يقولي لأ مش هاخد السؤال. دلوقتي هتعمل إيه؟ هتاخد السؤال دلوقتي؟ أيوة. طب اشمعنى المرة دي؟ لأن كلنا اتفقنا دلوقتي إن احنا عايزين نجاوب على السؤال ده. إجابتك إيه؟ خسوف القمر. اللي هي؟ رقم ب. ب. هو دايماً القائد بياخد رأي كل أعضاء الفريق، ودي حاجة مهمة، بس وقت القرار دايماً اللي بيبقى في مكان المسؤولية هو اللي بيتحمل النتيجة. لو قراره كان صح هو اللي بيتحمل المكسب وبيستفاد من المكسب وبنديله الفضل، بس لو قراره كان غلط بيشيل برضو المسؤولية وبيشيل مسؤولية الخسارة. جاهز للمسؤولية دي يا إبراهيم؟ جاهز. وانتم مش هتلوموا ابراهيم، بالعكس هتحيوا ابراهيم عشان اجابه صحيحه. ده اخر سؤال في اسئله العلوم، 17 درجه لفريق مدرسه 6 اكتوبر في القليوبيه، ولسه ما فيش ولا نقطه مع احمد عزت في بني سويف. لسه في فرصه في المعلومات العامه، سؤالين لكل فريق، كل سؤال فيهم ب10 درجات.